ومعايا على القمر الصناعي بالصوت والصوره من وزاره البيئه وزير البيئه الدكتور خالد فهمي صديقنا العزيز. مساء الخيرات يا معالي الوزير. مساء الخير تامر بيه. حد يعمل كده؟ حد يفرط في كرسيه ويوزعه كده على الوزاره احتمال يروح ما يرجعش؟ لا ما انا عايز ما ده كان قبل التعديل الوزاري. حلوه. تحمسك للفكره جه منين يا دكتور؟ وقول لي رد الفعل اللي جه على البرنامج. انا عارف ان في افكار ثريه جدا، حضرتك ربما ما توقعتش هذا الكم وهذه الجوده من الافكار. انا هقول لحضرتك حاجه بس اسمح لي بدايه، ان احنا عاملين كذا مجموعه يعني كذا واتساب لعده موضوعات. وفي واحد فيهم مجله البيئيه، في واحد فيهم الملتقى البيئي. فالاخوه هم اللي منظمين الواتساب وانا عضو في الواتساب ده، وبخش وبتحاور معاهم. ولكن اللي قال الفكره دي واحد منهم، يعني واحد منهم انا مش عايز اقول اسمه، احمد يقول كويس، وقال يا جماعه ماذا تفعل لو كنت وزير؟ واعتقد ان الكلام ده كان قبل التعديل بشويه كده ولا حاجه يعني. كويس. فانا عجبتني الفكره قوي وقعدت يعني اشوف هيحصل ايه وما هي الاراء، فكانت تجربه فريده يعني. الفريدة دي لها علاقة ب اللي أنا كنت بقوله شوية من شوية مع الوزير، وهي فكرة إنه قليل لما بيبقى فيه أفكار مختلفة بتطلع، خصوصا من الجهاز الحكومي اللي اتعودنا فيه على الروتين، وإن كل واحد بيسير العمل، وغالبا الناس بتخاف تعمل حاجة جديدة لا يقول لك إنه اتلم على كذا أو تم عتابه على كذا. لكن واضح إن الجو العام في الوزارة سواء من خلال حضرتك او زملاء اللي موجودين معايا، واضح انه جو مختلف، جو اقرب الى الجو الاسري منه الى الجو الحكومي الروتيني يعني. بنحاول بقدر الامكان، لان الجهاز الاداري زي ما قلت يعني ما كنا اتكلمنا مع بعض قبل كده. في معوقات، الناس يقدروا يفكروا ويجيبوا افكار خارج الصندوق. كويس، ما فيش حد فينا ما يقدرش ان هو لما يواجه مشكله انه ياتي بفكره جديده يعني دي في الطبيعه الانسانيه، ربنا ادانا القدره على ان احنا، بس هل احنا محفزين؟ هل احنا مهتمين؟ هل احنا عايزين؟ كويس، هل احنا عارفين اهميه الكلام ده؟ اعتقد لما الشباب بيجي لهم الفرصه ان هو يتكلموا ويلاقوا فكره جديده وتنبع منهم ونبدا ننفذها، الفكره دي بتجد يعني نسبها في التنفيذ والتحقق بتبقى عاليه جدا. لكن لما الفكرة بتيجي بس من الإدارة أو من الوزير ممكن يكون في نوع معين من عدم القبول في الأول، لكن لما الناس بتحس إن الفكرة دي جاية منهم وهم شاركوا فيها لا شك إن هم بيبقوا يعني مستعدين أكتر للتنفيذ. صحيح، في حاجة ابتدت تتنفذ، لأن حضرتك قلت كلمة السر، إنه سهل قوي إن أنا كشاب في الوزارة أو حتى لو أنا على مستوى القيادات في الوزارة، القيادات الوسطى يعني، ممكن أقول أفكار كتير، وده في حد ذاته شيء إيجابي إن أنا عندي قناة أو وسيلة إن أنا أعبر بيها، بس الأهم بالنسبة لي إن أنا أحس إن كلامي بيتطبق وبيتم الاستماع عليه علشان ما يبقاش في النهاية مجرد حاجة شكلية وعدت. هي تجربة يا فندم ليها جانبين. الجانب الاول ان الناس بتقول افكارها وبتفكر في المشكله معاك، فبتجي لك افكار جديده وافكار بعين الاخرين. الفكره الثانيه او الجزء الاخر ان هم بيحسوا بالمشاكل وما بيحسوش ان دي مسؤوليه واحد، ولكن هم بيحسوا بالمشاكل وبيحسوا بالضوابط وبالمحددات اللي موجوده، فبيحصل تفاهم اكتر للموقف من الجانبين، سواء على جانب الاداره او عشان جانب اللي بيداروا يعني. طيب، ايه الطف حاجه قريتها في الجروب او اجمل حاجه توقفت عندها، سواء فكره او تعليق او اقتراح او حتى نكته، يعني ايه اهم حاجه لفتت انتباهك؟ ان عدد اللي عايزين يبقوا ياخدوا مكاني في الوزاره كتير. لا انا متهيألي دي اسخف حاجه مش الطف حاجه. لا بالعكس، اللي عايز يتشارك يا فندم ويشيل اهلا وسهلا يعني. صح، انا ممكن تعمله دوري يا ريس، تاخد انت يوم في الاسبوع وتسوم لهم الكرسي بقيه الايام. بس انا بالحكم.